وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك ان انا افتش وقت ما احب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة بالسلام. لكن قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل، عايزة يا ست تروح نقابة الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد، معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي يعكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. البنت الجودي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته، هو اقرب واحد لخالد اكيد يعرف كل حاجه عنه. وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لجار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها، لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه، بابا تعبان وده جوه عندك على المخدة، انا لازم الشنطة بعد إذن. مين سيادتك؟ مصطفى درويش معاه مبحث الاسم. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذن. أيوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. إيه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. أيوه بتاعتي. جدول قلب، مش دي اللي بتروح للمستشفى ب2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب2 جنيه؟ تجارة ولا تجارة البودرة؟ بودرة ايه؟ الكرتونة دي المفروض يبقى فيها أدوية ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسأل الدكتورة فاطمة. فاطمة والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني والحرز على الاسم. يلا
اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمه. انا كنت مديره المستشفى، ادويه الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو ثانيه واحده. بقولك ايه، وحيدة تقول لسه ان انا جايه له حالا، وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه استاذ فوزي، اهلا اهلا وحشني والله، فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزه، انا جاهزه، حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا، جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى، محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. بابا تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس، عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم، حرام عليك، انا يوميها زائدك وهتجري. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة، حرام عليك. طبعا ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمع الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم، انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عارف، فضايح ايه، ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بقى، حتى عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قبل وقليل ادب، سافر بيت.